قداسة البابا تواضروس يعني بالقرعة وصل إلى الكرسي البابوي في مرحلة من أشد ومن أصعب المراحل اللي مرت على مصر. مصر يمكن شهدت مصاعب كتير في الثمانينات وفي التسعينيات وأيضا في السبعينيات، لكن اللي مرينا بيه في فترة ما بعد 2011 يمكن مع منتصف 2012 وما إلى ذلك ما كناش نتصوره ولا نتخيله. ما الذي كان يجول بخاطر وبذهن قداسة البابا؟ 2011 طبعا الثورة والأخبار والحاجات ده هي حالة من عدم الاستقرار وحالة من عدم معرفة من هو الفاعل. كان دايما يقول في طرف ثالث من هو الفاعل؟ ما كانش في فاعل، ودي كانت نقطة غريبة. في ثورة في ناس هايجة في مظاهرات لكن من الفاعل مش باين. في سنة 12 في مارس سنة 12 تنيح أو توفى البابا شنودة، ودي كانت يعني حاجة صعبة جدا في تاريخ الكنيسة. يعني بابا شنودة قعد 40 سنة بطرك وقبلها 10 سنين أسقف، يعني قاد الكنيسة على مدى 50 سنة، فطبعا عايش في وجداننا كلنا، تعلمنا على قديه وتربينا، هو اللي رسمني أسقف وهو اللي رهبني، يعني ده تاريخ جميل. وبدأت بقى عملية الاختيار. مع عملية الاختيار بدأت انتخاب رئيس للدولة، وانتخب رئيس الدكتور مرسي. وطبعا كان في حالة من التخوف الشديد في يونيو سنة 12، وأنا اتجلست في نوفمبر 12، والشعور العام إن مش دي مصر، اللي بيحصل ده مش بتاع مصر. صحيح، على كل المستويات. صحيح، يعني مستويات الفن، القضاء، تغيير القيادات المستمر، تغيير وزراء وتغيير قضاء وتغيير سفراء على طول، ما يذاع في التلفزيون، مش دي مصر. صح، مش دي مصر اللي طلعنا فيها. فكان الإحساس العام، إحساس عندي أنا، إن في حاجة بتتسرق، يعني بتتاخد منك. لكن شاءت الصدف إن أنا في نوفمبر 12 أكون أنا المسؤول عن الكنيسة، وتم الاختيار والانتخاب والقرعة. القصة اللطيفة الجميلة دهيت، وكان انتخابي أو بالقرعة يوم عيد ميلادي 60. مسؤولية كبيرة، وأنا ما عشتش في القاهرة، فكانت مسؤولية كبيرة من كل ناحية. أنا عشت في اسكندرية في البحيرة، لكن القاهرة، ولأن القاهرة زحمة ومش واخد أنا على أن الواحد يقف بالعربية في شوارع، دي مش واخد عليها خالص، فكانت حاجة جديدة بالنسبة لي. وبدأت خطوات تزداد المشاعر السلبية تجاه ما يحدث في مصر، والحقيقة كانت أحداث مؤلمة للغاية، وصاحبتها بقى أحداث عنف واعتداءات على الكنائس. لكن الحدث اللي كان مؤثر في البداية هو حدث الاعتداء على الكاتدرائية هنا يوم 7 إبريل 2013. كان حدث غريب، كارثي بكل المقاييس. دي الكنيسة الأم طبعا، وده مقر الرئاسة الكنسية، ما حصلش في التاريخ. وحتى لما الدكتور مرسي كلمني على سبيل يعني الطردية، كان كلماته يعني متأسف ملهاش معنى خالص، ورغم ان انا استخدمت لهجة يعني حادة، لكن ما كانش في حاجة. ودي الحقيقة كانت علامة مرة خالص في بداية خدمتي كمسؤول عن كنيسة وفي الوطن، ومحدش يقبل كده. هي كانت دي البداية الصعبة بقى.